بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي الطلبة، في محاضرة جديدة سلسلة محاضرتنا الإلكترونية في مادة النقد الحديث. اليوم نتناول موضوع جديد هو المذاهب الأدبية أو المدارس الأدبية. ما هي المذاهب أو المدارس الأدبية؟ المذاهب الأدبية هي مجموعة من المبادئ والأسس وضعها النقاد والتزم بها الأدباء. الأدباء طبعا نقصد على مختلف أنشطتهم الأدبية، يعني شعراء، روائيين، قصاصين إلى آخره. المذاهب الأدبية أو المدارس الأدبية ظهرت في أوروبا ابتداء من عصر النهضة لعوامل وأسباب تخص أوروبا، لكن هذه المذاهب لم تبقى حبيسة أوروبا والمشهد الثقافي الأوروبي فقط، بل تسربت إلى مختلف الثقافات والآداب، ومما تسربت إليه أدبنا العربي. وحتى نكون على إحاطة وعلم بهذه المذاهب سنتناولها متسلسلة بحسب ظهورها واحتلالها المشهد الأدبي في أوروبا. أول المذاهب ظهورا المذهب الكلاسي أو المدرسة الكلاسي. الكلاسية أقدم هذه المذاهب وأولها ظهورا في أوروبا، إذ بدأت ملامح الكلاسية بالظهور مع عصر النهضة وخروج أوروبا من سبات القرون الوسطى وظلامها، وبدأت يعني بالتحديد في فرنسا في القرن 17 بين 1660 1685 ميلادي. في اللغة كلمة الكلاسية مأخوذة من الكلمة اللاتينية كلاسس اللي تعني وحدة الأسطول أو قاعة الدرس أو الطبقة. ثم أصبحت تطلق في اصطلاحا في عصر النهضة على الأدبين الإغريقي واللاتيني. يعني لحد هنا صارت عندنا صورة واضحة أنه لغة من كلاسيز اللي تعني وحدة الأسطول، قاعة الدرس، الفصل الدراسي أو الطبقة. بعد ذلك انتقلت إلى معنى اصطلاحي جديد اللي هو كما قلت لكم في عصر النهضة أصبحت تطلق على الأدبين الإغريقي واللاتيني، ثم بعد ذلك سمي بها هذا المذهب أو هذه المدرسة، وأصبح يعني مجموعة القواعد التي يكتب تحتها الأدب تحت هذا المسمى. أول من أطلق هذه التسمية الكلاسية كاتب روماني اسمه أولوس جيلوس في القرن الثاني الميلادي، لكي يميز بين نوعين من الأدب: الأدب الكلاسي اللي يكتب للصفوة والطبقة العليا التي تعرف باسم الأرستقراطية، وبين الأدب البروليتاري اللي يكتب لعامة الناس. كيف ظهرت الكلاسية في الأدب الأوروبي؟ يذكر المؤرخون أنه بعد أن سقطت القسطنطينية على يد الأتراك سنة 1453 هجر هذه المدينة كثير من علمائها مختلف الاختصاصات، وذهبوا باتجاه أوروبا، إلى داخل أوروبا توجه، حاملين معهم بالإضافة طبعا إلى
ما يحملونه معهم في علم من علم في عقولهم، حملوا معهم أيضا مئات المخطوطات التي تمثل النتاج اليوناني والإغريقي وما أبدعه العقل اليوناني والإغريقي في فترات زمنية طويلة. فحملوا هذه المخطوطات وما اكتنزته عقولهم من معلومات وذهبوا باتجاه أوروبا. بهر الأوروبيون بهذا الشيء، خاصة في مجال الأدب، أدب لم يطلعوا على مثله من قبل. صادف أن كانت الطباعة قد اكتشفت وهذه المخطوطات لاقت قبولا ورواجا، فتوجه المشتغلون في الأدب والنقد في ذلك الوقت إلى طباعتها، فانتشرت انتشارا كبيرا. هذا عامل. إذن العامل الأول لظهور الكلاسية هو هجرة هؤلاء العلماء من القسطنطينية باتجاه أوروبا، محملين بما ذكرنا من مخطوطات وكتب، إضافة إلى كما قلت لكم ما حملته عقوله. ماشي. السبب الثاني أنه الكلاسية هي مدرسة أدبية تدعو إلى تغليب العقل، وفي تلك الحقبة الزمنية كانت أوروبا قد سادتها الفلسفة الديكارتية التي تمجد العقل، فكأنما التقت الكلاسية مع هذه الفلسفة فلاقت رواجا، فأصبح هذا الأمر اللي هو سيادة الفلسفة العقلية أصبح أيضا عامل ثاني لكي تزدهر وتنتشر هذه المدرسة. هذه المدرسة لها مبادئ متعددة يمكن أن نجملها في ما يأتي. أول هذه المبادئ استيحاء وتقليد الأدبين الإغريق واللاتين. لماذا؟ لأن أتباع هذه المدرسة عدوا هذا الأدب اللي هو الإغريقي واللاتيني أدب مثالي كامل، ماشي، بلغ ذروة الجمال والكمال، وهذا في رأيهم يحتم على الأديب المشتغل في مجال الأدب أن يتبعه وهو مطمئن. الشيء الثاني الاحتكام إلى العقل وتغليب على العاطفة، لأن الكلاسيون آمنوا أو لأن الكلاسيين عفوا آمنوا مطلقا بالعقل وعظموه وجعلوه فوق كل شيء بما في ذلك العاطفة، أتهم العقل ثم العاطفة. إذا سأل سائل يقول هل هذا يعني أن أصحاب هذا الاتجاه ألغوا العاطفة؟ جوابنا لا، لم يلغوا العاطفة، لكنهم جعلوها تحت سلطة العقل، يعني تحت سيطرته، سيطرة العقل. ثالثا العناية باللغة وتجويدها. بما أن الأدب الكلاسي أدب نخووي يكتب للطبقة العليا وهذه الطبقة لها أصولها، فيجب أن تكون اللغة مناسبة لهذه الطبقة. وإضافة إلى ذلك فإن هذا الأدب كان يطلق عليه الأدب المدرسي. ليش؟ لأنه يدرس في المدارس، وحتى يكون لائق بالتدريس يجب أيضا، هذا سبب ثاني، يجب أن تكون لغته عالية. هذا يعني ما يخص المدرسة الكلاسية والمبادئ التي ألزم الكلاسيون أنفسهم بها. القواعد والأصول التي ألزم بها الكلاسيون أيضا موضوع آخر. العفو، لا، هناك نقطة رابعة، الخضوع للأصول والقواعد. النقطة الرابعة الخضوع للأصول، إذ خضع الأدب الكلاسي للأصول والقواعد التي استنبطت من أعمال قدامى الإغريق، فلم
يتجاوزوها مطلقا. يعني أهم القواعد والأصول التي خضع إليها أتباع هذه المدرسة، أهمها بل جلها، هي مستنبطة من كتابي أرسطو فن الشعر والخطابة. فكل ما ورد في هذين الكتابين، وبالتحديد الكتاب الأول اللي هو فن الشعر، محترم جدا لدى أصحاب هذه المدرسة، ويرونه عين الصواب ولا يحيدون عنه أبدا. أهم القواعد التي التزم به الكلاسيون في قانون الوحدات الثلاث، هاي رقم واحد أهم هو القاعدة ألزم بها الكلاسيون أنفسهم، هو قانون الوحدات الثلاث. ما المقصود بقانون الوحدات الثلاث؟ اللي هو وحدة الفعل، وحدة الزمان، ووحدة المكان. النقاد المتأخرون يقولون أن من قال، طبعا هذه الوحدات الثلاث تنسب إلى أرسطو، لكن النقاد يقولون إن ما قال به أرسطو هو وحدة الفعل فقط، أما ما يخص وحدة الزمان وحدة المكان فقد أضيفت لاحقا إلى ذلك. ثانيا، وحدة النوع. المقصود بوحدة النوع يعني أنه العمل المسرحي الكلاسي يجب أن يلتزم نمطا أو نوعا واحدا فقط، فأما أن يكون تراجيديا أو أن يكون كوميديا، ولا يجوز الخلط بينهما. زين، إذا سأل يسأل يقول وإذا جاءت مسرحية قد خلطت بين هذين الأمرين، نقول أن الكلاسيون يرفضونها ولا يعدونها أدب الكلاسي. الشخصيات في المأساة، هاي رقم ثلاثة، الشخصيات في المأساة يجب أن تكون من علية القوم، قادة، الملوك، حتى من الآلهة، أمراء، قوات، إلى آخره. ليش؟ لأنه المأساة عمل عظيم، فيجب على من يقوم بالعمل العظيم أن يكون عظيما، فيجب أن يختار. أما في الملهاة لا، فعادي من عامة الشعب ومن الناس العادية. اللغة الرفيعة والأسلوب الفخم، هذا أهم ما يميز خاصة في المسات، هاي نقطة رقم أربعة. رقم خمسة، بناء المسرحية من خمسة فصول. لكن هناك ملاحظة أنه هذا الأمر اللي هو البناء من خمسة فصول هو تقليد روماني وليس إغريقي، فألحق فيما بعد، ماشي، فأصبح تقليدا أيضا من تقاليد المسرحيات الكلاسيكية. النقطة السادسة، أن كل المسرحيات الكلاسية خالية من مشاهد العنف، تحظر مشاهد القتل والعنف وكل ما يخدش الضمير الإنساني. زين، كيف يعلنون عنه؟ كما يعني موجود لدينا القائد، أنهم كانوا من خلال ممثل يخرج عن المسرح أو صوت يأتي فيعلن عن قتل شخص أو تدميره أو تقطيعه إلى آخره. يعني أي فعل عنيف لا يظهر على في المسرحية الكلاسي. أشهر الكلاسيين في فرنسا كورني وراسين اللذان برزا في المأساة، ومولير الذي برز في الملهى. في إنجلترا درايدن وبوب، في ألمانيا ليسينغ وشيلر. هذا كل باختصار كل ما يخص الكلاسيكية، يمكنكم أيضا العودة لها في الكتاب اللي متفق عليه ومحدد كمنهج. شكرا لإصغائكم، وأنا حقيقة في شوق لكم، لكن هذه الظروف أدعو من الله أن تزول ونعود إلى لقاءاتنا. تحياتي لكم، شكراً.